أسعد الله أوقاتكم. موضوع هذا الفيديو من كويك تريك هو تنظيف أواني المطبخ من طناجر ومقالي وصواني من الطعام الصلب الملتصق بها بعناد. يوجد اعتقاد شائع أنه كلما كانت الوجبة أطيب، كلما كان التنظيف أكثر صعوبة، إذ بعد وجبة شهية نقوم بفرك بقايا الطعام المتحجرة على أواني الطهي المفضلة لدينا، ويكون نقعها طوال الليل غير قادر على تحريرها من سجن بقايا الطعام. إليكم الآن الطريقة السهلة والتي لا تؤذي طلاءها. أشطفوا الطعام المحروق. أضيفوا قليلاً من مسحوق غسل الثياب إلى الوعاء، واملأوه بالماء حتى نصفه. اتركوه يغلي على نار هادئة لبضع دقائق. أطفئوا النار واتركوه لمدة ساعة حتى يبرد، ثم اغسلوه. وهكذا أيها السيدات والسادة الأعزاء، تستغنون عن المساحيق الضارة. وأخيرا وليس آخرا، نتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء في فيديو جديد.